في الوقت الذي نفت فيه مصر إرسال 150 جنديا وضابطا مصريا إلى سوريا، في هذا الوقت بالذات انتشرت أنباء عن وصول أول كتيبة من دبابات مصرية إلى مدينة بنغازي، وقد علق عليها المتابع للشأن القومي والعربي كريستوف، وقال في تغريدة له على تويتر: أنباء غير مؤكدة تحت المتابعة عن وصول عدد كبير من مدرعات تابعة للجيش المصري إلى بنغازي منذ ساعات، مع تمركز مرصود لعدد من القطع البحرية الألمانية بالقرب من سواحل سيرتا. هذه الأخبار قد تكون متعلقة بزيارة القائم بالأعمال الأمريكي قبل ساعات إلى بنغازي ضمن اتفاقية نزع السلاح. ورد عليه عبد الله: أتمنى من الدول العربية أن توقع معاهدة تشكيل قوات تدخل كدرع الخليج تتدخل لحماية الشعوب العربية من أطماع المرتزقة وحفظ الأمن لحين الاستقرار الوضعي لعدم تحول أي دولة أخرى لساحة حرب. فيما قال الرحموني: السيناريوهات عديدة، منها أردوغان يريد أن يغامر بتجاوز الخط الأحمر لأنه تم إذلاله كثيرا ويريد رد الاعتبار. مصر تتحرك بآلية خفيفة للوصول بسرعة إلى سرت، وألمانيا قد تدعم لوجستيكيا الجيش المصري بتزويده بمعلومات لأن التقنية الألمانية جد متطورة. التحرك العربي أربك أردوغان. فيما قال أيمن: مصر لن تسمح لأن ليبيا الغربية هو مشروع بناء دولة إسرائيل أخرى في غرب مصر، وده موت لمصر. مصر وضعت شروطها خروج العثماني ومرتزقته، وإلا سنخسف بهم الأرض ونحن 100 مليون وقادرون. وقبل ساعات قليلة كان الرائد يوسف حمود، وهو الناطق العسكري باسم الجيش الوطني السوري، قد أكد وصول 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية عبر 3 دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، وأوضح أن وصول دفعتان نقلتا إلى مدينة حلب وتمركزتا في منطقة خان العسل، كاشفا أن عددهم 98 عنصرا ومعظمهم من الضباط برتب مرتفع.